كما ترون كثير من الناس الآن، حتى يلتفت الناس إليه ماذا يصنع؟ يأتي ببدعة أو أمر غريب أو أمر منكر، أو حتى إعلامي أو فنان أو فنانة أو غير ذلك يأتي بشيء غريب يتحدث الناس عنه، تعرى أو عمل شيئا قبيحا أو سفيها أو غير ذلك، فلما التفت الناس إليه وعرفوا أو ضحكوا عليه، مثل ما ترى الآن في مواقع التواصل ضحك الناس عليه وعرفوا واستهر، ثم بعد ذلك صار مشهور. والعاقل صاحب السمت والدين والعقل وغير ذلك ما حد درى عنه ولا حد يعرفه. كم يتخرج من الكليات والجامعات من عباقرة كثر من يعرفهم، لكن كم يتخرج في الشوارع من سفهاء وحمقى يعرفهم الآلاف من الناس. كم من امرأة طاهرة عفيفة صالحة ما عرفها أحد، وكم من امرأة تدعو إلى فجور أو رذيلة أو معصية عرفها كل الناس. كم من صاحب علم يمر ما يعرفها أحد، وكم من صاحب سفه وطيش وحمق يعرفه الناس كلهم. السبب هذا الفعل، بيفعل شيء غريب يلفت نظر الناس إليه. إذا الناس لفت نظر الناس إليه وعرفوه، ماذا يصنع؟ يتوب ويصلح حاله ويقلب الموقع هذا إلى نصائح ومواعظ ويصبح رجل صالح بعد ما يشتهر. أو تقدم فنا هابطا، ثم إذا اشتهرت وعرفوها تقولك تقدم فن ما هو هابط، فن أحسن، فتعرف بعد ذلك. هذا يفعل لأجل لفت النظر الناس إليه. أيضا هذا في كل الأبواب، مو في باب واحد، حتى بعض طلاب العلم يأتي في غرائب المسائل ويأتي ببدعة فيشتهر عند الناس أنه قال كذا، فيعرف من الذي قال المقالة الفلانية فلان، فإذا عرف عند الناس فرح لهذا الأمر، فيأتي بمسألة أخرى بعد فترة كلما خفت الضوء حوله أتى بغريبة حتى يلفت نظر الناس إليه. هذا مرض نفسي، هذا مرض نفسي يا إخوان، اللي هو يريد أن يخبر الناس أني أنا هنا، أنا هنا، ماذا أصنع؟ ألفت نظر الناس بأي طريقة؟ بحماقة، بفجور، بسفه، ببدعة، بكفر، لا يهمه، المهم عنده ما هو الذي يلفت نظر الناس. كل واحد وميدانه، كل شخص ومكانه.